أيها الأحبة، أمم تحت الأرض الآن لا يعلمهم إلا الله جل في علاه، فارقوا الحياة لكن أمنيتهم رب ارجعون، يريدون العودة إلى الدنيا. لماذا؟ من أجل المآكل، المشارب، من أجل الأحباب والأصحاب؟ لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريدون العودة من أجل العمل الصالح فقط. لماذا؟ لأنهم يعلمون مقدار وقيمة العمل الصالح الآن. هذه الأمنية التي يتمناها مليارات من الناس هي بين يدي أنا وأنتم، بل أعظم من ذلك أننا مقبلون على أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من سائر الأيام، أيام عشر ذي الحجة التي أقسم بها رب العزة والجلال، التي أنزل فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الأيام التي تجتمع فيها أمهات العبادات، الأيام التي هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان. انظر في العشر الأواخر من رمضان مقدار ما يفرغ الناس من الأوقات، ومقدار ما يقبلون على الطاعات وعلى العبادات، وانظر مقدار ما يقصرون في هذه العشر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله ربما تبتر يدك، ربما تفقع عيناك، ربما تقتل، ربما تبتر رجلاك. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء. يعني لو رجل خرج بماله ونفسه، زهقت نفسه وعاد ماله، عملك الصالح أفضل. انظر كيف يبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم حجم العمل الصالح في هذه الأيام. لذلك الله الله، لابد أن نرتب الأعمال الصالحة من الآن، لابد أن نستغل كل عمل صالح في عشر ذي الحجة، لابد أن نسابق وأن نسارع. هي عشرة أيام وسوف تمر مر السحاب، لذلك لابد أن نستغل كل لحظة فيها. اللهم وفقنا لهذه العشر يا رب العالمين، اللهم ما فتحت لعبادك من أبواب الخير في هذه العشر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين.